ما عندنا حتى قضيه ومشينا قضيه مشينا لهم ما عطوناش حتى شيء يقولوا برا قضيه والموضوع كاين ما صحش اخر مره مشيت وقال لي اسمك اللي هي بالحق قضيه كبيره قال لي اسمك في القائمه ما ثماش لا انت ولا بنتك اخرها قال نحن ما بعثناهم مشوا الملفات مازالوا طيب يعملونا هزون عملونا اختبار يعني سيرتيفيكا اوليه انا 20 جور هي ب 18 جور ما فماش السيرتيفيكا الاصليه بقى دوسي ضايع ما كاني ما صار حتى شيء نمشي صحتوني نمشي نرجع من فم البيت تقولي لي يا بنتي راه مشوا عندنا الدوسيات مانيش متبنينا نحن القضيه ذي تبنيناها في بلاصه اخرى كهوم يقول لكش حتى فان بلاصه شكون اللي ضيع لك الاوراق فين تمشي وقاعدين تمشي للسبيطار ما فماش الدوسي نتاعك تمشي ما نعرفش انا الاتحاد ما فماش الدوسي نتاعك تمشي اي بلاصه محكمه ما فماش القضيه بالكل تمشي له يقول لك الدوسي مش عندي تمشي له مشينا حتى معناها المحامين اللي اتصلنا بهم قال لي قبلها معناها ما تضربتش في عينك احمد ربي تمشي يقول لك ما تضربش في عينك احمد ربي تضربش في عين انا في الليل ما نرقدش انا كنت نحكي للمدام قال لك ما نرقدش في الليل بالرش ما نجمش نرقد خش الحمام يسخن ولا نحط الماء في دايف الماء بارد ولا يحرق في الصيف هذاك قلت طول النهار وني تحت السبال بدني كله بالرش حتى لهنا للرش تعرفي حديد انسان في بدني شوفي انسان حر الصيف نتاع السنيك باش واحد عديه وكيفاش الواحد معناه فيه توك الرش هذاك